لا تفرج، وربي وربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف لا تفرج وهو يقول للشيء كن فيكون؟ كيف لا تفرج وبيده مقاليد السماوات والأرض؟ كيف لا تفرج وقد فتح في بحرنا الطويل، ذاك البحر اللي تعرفونه الأحمر، فتح طريقا يبسا اللي فتح 12 طريقا يبسا في البحر لموسى، ألا يفتح لك طريق يبس إلى السعادة والفرج وذهاب الضيق والحزن؟ بلى والله، لكن لا بد أن تكون مع الله ليكون معك. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك. ولذلك نحن اليوم مع آية من كلام ربي: كلا إن معي ربي سيهدين. وقبل أن نأتي إلى موسى وهو يسير ب600,000 إسرائيلي، 600,000 استعبدهم فرعون فذبح الأبناء واستحيى النساء، وهذا هو البلاء العظيم المبين. ثم ذهب وإياهم بأمر الله ووحي الله، فلما بلغ البحر والجبال يمين ويسار وأصدركه فرعون في صباح ذاك اليوم وإشراقه، لماذا ما قال موسى كلا إن معنا ربنا؟ لأن كل 600,000 لا يساوون إيمان الصديق أبو بكر وهو في الغار مع محمد عليه الصلاة والسلام، عندما قال الحبيب له: لا تحزن إن الله معنا، لعلمه أن إيمان الصديق إيمان فيه خوف، لا هو ليس فيه شك، لكن خوفه على حبيبه عليه الصلاة والسلام. ولأن من كان مع موسى ليس في قلوبهم ذاك الإيمان، قال كلا إن معي ربي فقط، معي ربي، فتقدم للبحر وهو يموج، تقدم بالعصا ثم ضربه فانفلق. والله إن موسى عليه السلام يعلم يقينا أنه لما تقدم للبحر أن العصا لا تساوي شيئا عند الماء. وبجميع المقاييس العصرية دعوة لكل أحد منا: إذا جاك الهم وركبك الغم وحار الذهن وما في مخرج ولا مفر، وليس من الله إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، قل يا رب، وبإيمان كإيمان موسى وإيمان كإيمان إبراهيم عندما ألقي في النار فقال حسبنا الله. يقول أحد العلماء: هب لي إيمانا كإيمان إبراهيم أنبت لك جنانا في الجحيم. هات إيمان. لذلك الهموم النفسية والخوف والتردد والقلق والاكتئاب والضيق والهلع والخوف من كل شيء، حتى أن بعضنا خاف من الخوف نفسه، حياته في ضيق وفي هم. ترى بعضنا الشيب اللي فيه، لا تزعلون علي أنا منكم، ها، الشيب اللي فيه ليس هو لأنه تقادم في العمر، والله من كثر ما يطبخ راسه وخايف ويقلبها وش نسوي. يا أخي ابذل السبب واترك المسبب جل وعلا، أنت عليك بذل السبب وجوبا. لكن أنا أتزوج، لكن أن يولد لي ما يولد لي هذا عند الله، لكن لا يمكن يولد لي وأنا ما تزوجت، صحيح؟ أنا أبذل السبب بالزواج، أبذل السبب بالبيع والشراء، أبذل السبب بالوظيفة، أبذل السبب فأفتح الدكان أبيع، فقد أكسب وقد لا أكسب. متى يكون العبد قد امتلأ قلبه يقينا وإيمانا وكل هم يجيه يتدكدك؟ ما تلاحظون شيباننا الأولين ما عندهم أحد يقرأ عليهم وينفث؟ ليه؟ عندهم يقين، لديهم توكل، إياك نعبد وإياك نستعين، يقولها بيقين. أنا كنت مدير مجمع تعليمي وكان فيه مكافحة أمية، وكنت أحبها الشيبان، هالكلام من 20 عام. فمدرس الرياضيات يقول للطلاب: إن الخطين المستقيمين لا يلتقيان أبدا. قام شايب من وراء أبو صالح قال: يا أستاذ إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال له: يا حبيبنا، إذا الخط هذا وهذا خط وهذا خط ومستقيمين، إذا التقوا ما صاروا مستقيمين. قال: سبحان الله، عندك رياضيات بس ما عندك توحيد. يا ولدي قل إلا أن يشاء الله. ما سألت رياضي
قال هذا أعلم من معلمه، لأن الخطين قد يلتقيان في نقطة مدري وش سماها، لا نهاية أو غيره، فيلتقيان وهما لا زالا في الاستقامة. والله أن أبو صالح ذا موحد وعنده رياضيات. لذلك أقول هذا اليقين في قلب بعض العوام ليس في قلوب بعض المتعلمين ولا بعض المثقفين. خايف على عياله، ينضرب كفر، ينقلب، تنزل التندة، تفقش راسه، يصير في شلل. حبيبنا أنت عونا للشيطان على هالهموم والوساوس، هل استودعتهم الله؟ قريب بس ولو يا شيخ، والله إن ربي لو عرفته إن ربي ما استودعه شيء من عباده فضيعه. الله عظيم، الله قوي. ونأتي بالقصة نبدأها في مراحل ثلاث، ونبدأ لاحظوا أحبابي الحج ثم الهجرة ثم عاشوراء اليوم، مواسم ثلاثة. ونبدأ بالحج في قضية التسليم والتوكل وحفظ المستقبل. البعض منا يقول مستقبلي ضاع. أقبح كلمة تقال أن يقول إنسان من عباد الله مستقبلي ضاع، مع أنه ما بعد وصل للمستقبل. حبيبنا ذا هذا ضايع قبل ما يوصل. المستقبل هو ما تستقبله، ما تصل إليه. أنت وصلت البكرة، يقول بكرة يا زين أمي إذا قالت باتر في حلال، وأمك تقوله، وأبوي يقوله، والدك باتر فيها حلال، وإذا راح شيء قالوا خيره، يلا عسى ما تكره النفس خيره، وراحوا في خيره، أن الله حكيم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله أخذه إعطاء، أخذ ربي إعطاء. فهذا التوكل والتفويض الأمر إلى الله أورثهم سكينة وطمأنينة. والله يمهب في بعض قلوب الأبناء ولا بعض الأمهات والآباء على العلم الذي ندرسه وعلى الحفظ اللي نحفظه وعلى إلا أنك تلقاه خايف. والله أن بعضنا الحين لو يطق هواجيسه دقيقة راح في شعبان الخوف. الله يستر الفلوس اللي سلفناها فلان ترجع ولا ما هي براجعة، فلان زوجناه بيطلق ولا بهم طلق، المدير بيرضى علي ولا مهو براضي. لا تجد مسكين يعتقد المسكين أن حوله وقوته هي التي تحفظ له ما وهب، مع أن الموهوب هذا الموهبة التي بيدك هي عطاؤه، إن شاء أقرها جل وعلا وإن شاء أخذها. نبدأ أحبابي القصص الثلاث، ما رأيكم؟ نعود إلى قصة الحج. الحج هذا واد غير ذي زرع. تذكرون قصة الأواه المنيب الحنيف الأمة؟ إنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندما إبراهيم يضع زوجه هاجر، عندما يضع هاجر في ذاك الوادي، أكان مفرط؟ والله ليس هناك في الحياة أن يبقوا أحياء بعد دقائق من رحيله، ولا واحد في المئة، ولا واحد في المئة. وادي غير ذي زرع، أي توكل هذا؟ وتلحق به زوجه. الله أمرك، يعني هذا عشان أستسلم، هو اللي أمرك ربك؟ إن قلت نعم فأنت غير مضيع ونحن لن نضيع. أحبابي كم من واحد خاف من الفقر، فلما رحل له بعض من الدنيا أو بعض من العافية قال ضعت. أنت مع ربي، إن معي ربي. هل الله معك؟ مشكلتنا في هذا الزمن أن بعضنا يسير فوق ملك الله والله ليس معه، ويعتقد أنه إذا قال إذا أصبحنا بروح لأبو فلان وبطيح عند أبو فلان وببرك عند أبو فلان وبحب رجل أبو فلان. الله أنك مسكين ومسكين أبو فلان، يا مسكين يلي تتكئ بحاجبك على مخلوق، والله إنك مسكين. الإمام عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، والد الملك عبد العزيز المؤسس طيب الله ثراه، مما يروى عنه أن رجلا أعرابيا أتى يسأله حتى صلى الفجر ثم رفع يديه يقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني. فلما التفتوا إليه إذا ذاك الرجل قد خرج من المسجد. قال لما انتهينا من الصلاة خرج ردوه علي لعله حاجة. فلما ردوه قال يا طويل العمر جيت أشحذ ولقيتك تشحذ الله، قلت أشحذ اللي انت تشحذه. توحيد، تسأل الله الغنى خلني أسأل الله يعطيني. قال انت تشحذ الله ويامرني يعطيك، ونشحذ الله ويامر عبد العزيز ويعطيني. وتوحيد جميل، بذل السبب ثم بعد ذلك يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. إذن
الله أمرك بهذا؟ هذا السؤال فيه التوحيد. حتى نساؤنا ينبغي أن تكون المؤمنة واثقة بعطاء الله. كم واحد لما خسر في الأسهم أو البيع أو الشراء، بعضهم الآن يأخذ من الأعلاجات ما تبقيه حياً سوياً، والبعض ما شاء الله يستنشق الهواء بعمق ويخرج يقول الحمد لله اللي عطانا خذاها وبرده سبحانه وتعالى. ربي كريم، ربي غني، ربي حي، ربي قيوم. وتجده زاده أخذ ربي يقيناً، زاده أخذ ربي يقيناً، يقيناً من الله. وأذكر من قصص التي ذكروها أن رجلاً كان من غير هذه البلاد وقع عليه القصاص، رمى رجلاً شاباً صغيراً كان يضربه ويؤذيه، رماه بمثقل شيء ثقيل فضرب في مؤخرة رأسه فمات. نقل إلى السجن، بعد 5 سنوات أنزل للساحة حتى يقتص منه، ولكم في القصاص حياة، وهذا دين رب العالمين. فتدخل 2 من الطلبة العلمي كانوا في مرورهم بالساحة رايحين يشترون بشوت من سوق الزل، ما جاءوا بيشفعون ولا يدخلون ساحة القصاص. فلما رأوا الذي سيقص منه لحيته بيضاء وفي وجهه نور، قالوا للمسؤول عن التنفيذ 2 دقيقة، قال بقي على التنفيذ 5 دقائق، عطنا 2 دقيقة. ذهبوا إلى ولي الدم وكان بجواره أبناؤه، فتحدث بكلام فتح الله عليهم وقالوا له لو أن الله جل وعلا جمعك وبين يدي الأولين والآخرين ثم دعاك الله، إذا جمع الأولين والآخرين قال عفوت لأجلي، أنا أولى بالعفو منك، خذوه إلى الجنة، هذه كم تساوي عندك؟ بكى والتفت إلى أبنائه قالوا قولنا قولك يا بوي، ولا نخالفك ولا نعصيك، فأعتقه الله. قيل لهذا الرجل كبير السن اشكر هؤلاء، قال جزاهم الله خير، لكن خلوني يسجد للي 5 سنين ونشحذ تالي الليل، يا ربي اعتقني بلا حول مني ولا قوة. يا أحبابي نحتاج أن نعرف الله. والله يا أحبابي بعضنا يتكلم لغات وعند الثقافات وطاف الأرض كلها، ومع هذا أمه حلوة اللبن في البيت أكثر من توحيد. والله إنه يجيها المصائب، تلقى عجوز من عجزنا مات لها 5 و6 ولا لا، أمي مات لها 4، الله يخلف عليها ويجعلهم حجابا لها من النار، أمهاتكم أمهات المسلمين، وتقول والله أني أرضعها الضحى وأني قابر تحق بالعصر، والله أني أقرص القرص ونمك ودمعتي على خدي راضية، الله يجعلها خيرة ويجعلها أحجاب. وبعضنا يا أحبابي إذا ما يقبل في الثانوية، عقب الثانوي في الكلية شق ثوبه وقام الحرب العالمية الثانية في البيت أو الثالثة، وصاح وضاع مستقبلي وينوح ويبكي، وين التوحيد وين أبوك؟ هل أنت مع الله؟ تسأل السؤال، أنت في ذمة الله صباح اليوم؟ قال لا. صليت الفجر جماعة؟ لا. ذكرت الله؟ لا. سبحت؟ لا. من تب مع الله؟ كيف يرعاك الله؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. لاحظوا موسى عليه الصلاة والسلام عندما سار 600,000، تدرون هؤلاء أبناء من؟ أبناء وأبناء يعقوب. إسرائيل من هو؟ إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أبناؤه أسباطه اللي تولدوا من رحمه هم 600,000. بين يوسف وبين موسى 400 سنة، ولد في 400 سنة 600,000 إسرائيلي. لاحظوا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، لكن كان واثق في الله. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أسألك بالله، واحد من 30 سنة مرمي في البير تلقاه جميع المقاييس البشرية والمنطقية، واحد طفل صغير مرمي في قليب مات، ثم يعود بعد ذلك ويقول لا تيأسوا. أنت لا تيأس يا يعقوب عليه الصلاة والسلام، أنت يا أبتاه لا تيأس، لا ما ييأس. طيب ليه ابيضت عيناه من الحزن؟ المؤمن قد يحزن لكن لا ييأس، المؤمن يحزن لكنه لا يقنط لا ييأس. ولا يمكن أن يتشاءم مؤمن وهو يعرف الله. اللي يعرف الله يعلم أن الله جل وعلا يجعل النار برد وسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة إلى غار ثور ويمكث 3 أيام في الغار،
والصديق يقول لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فيلتفت إليه الواثق بعطاء ربه: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. هل الله معك؟ أنا كنت أقص قصة عند رجل كان جزع، فقلت لي: الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وانحدرت حجر وانغلق الغار، لو أنهم ليس عندهم معرفة بالله وخبايا من الأعمال الصالحة خبأوها إلى هذه الساعة ما طلعوا، كان إلى الحين وراء الحصاد. صحيح، واحد بالأمانة، واحد بالصدق في المعاملة، واحد في بر الوالدين. قلت لأبو فلان: صح بابي، ايش رأيكم نسأل أنفسنا سؤال؟ هذول الثلاثة سألوا الله بعمل خفي وزوه وأخفوه لله عند الله، فلما سألوا الله به فرج. لو كنت انت رابعهم، ما العمل الذي ستسأل الله به؟ قال لي ذاك الشايب: والله لو اني رابعهم منهم ما يطلعون. ليه؟ قال: والله ان كل عملنا معلمينه الناس، ما غير نشقص في هالكلام ونقعد نتجمل بهالكلام، ويمناها اللي ما تصب ما ادري تصب عليها السمن، ويطبخ ذي في مرق ذي، وستين حمراء بفلان، وانتفش وانتفخ، وان تصدق تعلمت، وان بنيت مسجد حطيت اسمي على الباب، وان انا لله. يقول: والله ما بقى من اعمالنا شيء الا معلمين بها. قلت: إذن مسكين، لأنك ما تعرف الله، قاعد نتعلم عباد الله، وعباد الله بيعطونك عين أرض جو توديك وراء الشمس، ما هم معطينك شيء. هل سيمدك أحد من الخلق إذا علم أنك متصدق أو أنك كريم أو كافل للأيتام أو راع للأرامل؟ وبعدين خير يطير على ما قلت، معناه ما يجوز يطير، لأن طير ما من التشاؤم، وخير. ثم ماذا؟ مدحوك، ماذا يقول الله لك يوم القيامة؟ فعلت ليقال جواد، قد قيل خذوا عبدي إلى النار، نعوذ بالله من النار. كلا إن معي ربي. كان الله مع يعقوب فرد يوسف. وبعدين أحبابي، إياك أن أيها المؤمن أن تقول كيف تنحل، ما هي بالعقول يا حبيبنا، أنت لا تدرك، لأن الله على كل شيء قدير، على كل. ما تلاحظون بعض الناس ثري جدا وغبي جدا، وفلان فقير جدا وذكي جدا؟ ما هي بتجي بالذهانة يا حبيبنا، ما هي بتجي بالذكاء، وتجد أن فلانا يحبه الخلق، وفلان ما مع أن اللي يحبونه ما عمره سوى شيء من المعروف فيما يرون، لكن القلوب تنقاد لأن له علاقة